تروحون الحواي وتاخذون من عنده 150 جرام زنجبيل جاف، 120 جرام اعواد الدرسين، 100 جرام خولنجان اللي هو عرق الهيل، خولنجان يعرفونه، 100 جرام ينسون، 100 جرام حبة حلوة اللي هي الشمر، الحبة الحلوة اللي هي الشمر. طيب يطحنون مع بعض، أول شيء كسرهم بالهاون كلهم، بعدين اطحنهم اطحنة القهوة مثل البودرة. عندك طريقتين، الطريقة الأولى ملعقتين طعام تخليها في دلة، صب عليه لتر ماي ساخن، ماي مغلي ساخن، خليه 10 دقائق شربه طول اليوم. هذه طريقة. الطريقة الثانية أنا ما أفضلها بس أفضل الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ملعقة متوسطة في كوب مع ماي ساخن، تغطيه 10 دقائق الشربة بعد كل وجبة طعام. هذه بقول لكم حق شنو الحين، هذه حق آلام المفاصل، روماتيزيوم، روماتويد، واضح، الربو، آلام الكلى، آلام المفاصل، كوليسترول السيء ال LDL، ضغط الدم، السكر، الخرف، كثرة النسيان، الخمول، وين وصلنا الحين؟ اي آلام العضلات والمفاصل، العضلات والأعصاب عفوا، مفاصل كامله، اي مهضم بعد الطعام، يطرد الأبخر الغازات من البطن، ملين للبطن يعني يخلي بطنك لين، مدر للبول فيدر بولك، بينظف شنو المسالك البولية، فيفتت الحصى والرمل وكله، منشط عام، منشط للبائع اللي هو الجنس. بعض الناس يشعر دائما بالبرودة فهو يسخنه، يسحب السوائل المائية والدهنية، فالبلغم موجود في الجسم يسحبه فيشعر بعده شنو بالدفء، فمدفئ، منشط للدورة الدموية، منشط عام. أيضا واحدة من الأخوات لما قلت لها كان عندها روماتويد، خلال 3 أسابيع اختفى الروماتويد اللي حتى الملابس الداخلية ما تقدر تلبسه، تعقيف في الأصابع، الحمد لله اختفى. قالت لي خشونة، أنا عندي خشونة في الركبة وبرأت من الخشونة خلال 3 أسابيع. هذا نشروه لكم إن شاء الله والأجر إن شاء الله. جزاك الله يا رب سلام.